السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي اليوم رح نحكي عن موضوع مشكلة التعليقات اللي عم تجي على اليوتيوب. يعني في ناس عم تجي مثلا تحط فيديو عندها بالقناة، بيجي حدا بيعلق لها، مثلا بيجي إشعار إنه في تعليق، بيفتح على التعليق بقوم بيلاقي التعليق ما عم يفتح، تمام؟ بيقول له انه التعليق ما عم يفتح، ما بيظهر عنده، او بيفتح مطرح التعليقات اللي جاي على الفيديو، تمام، بس ما بيطلع التعليق اللي معلق له الشخص، تمام. طيب هلا شو المشكله اللي عم بتصير بهذا الموضوع؟ المشكله اللي عم بتصير بهذا الموضوع انه الناس اللي عم تعلق لك وما عم يظهر التعليق عندك، تمام، هي المشكله من عند الشخص اللي عم يعلق لك. كيف يعني؟ الشخص اللي عم يعلق لك بيكون قناته يا في عليها انذارات، يا ما بيكون قناته في عليها مشاكل، يا ما بيكون اليوتيوب حاضر له قناته انه ما يعلق او تنقبل منه تعليقات، يا اما بيكون في عنده مشكلة انه ما له مصدق الحساب تبعه اللي عامله على جوجل. يعني بيكون في عدة مشاكل موجودة عنده بالقناة، تمام، لحتى عم يصير هاي المشكلة. هلا في كتير ناس بتقلك يا اخي عم تجيني تعليقات، بفتح التعليق ما عم يفتح عندي التعليق، عم يقول لي التعليق انه ما عم يفتح. يعني لا بيفتح لا من يوتيوب ولا من استوديو يوتيوب، بس بتلاقي باستوديو يوتيوب جايك. هلا حورجيكم شو كيف يكون جايكم. هلا منفوت على الاستوديو ومورجيكم كيف عم يصير الوضع. فبتلاقي انه جايك اشعار انه من التعليق من فلان، تمام، بس تجي تكبس على التعليق وما بيفتح التعليق. ليش؟ يكون اليوتيوب هو يلي مانع هذا التعليق انه ينتشر عندك او انك تحسن تفتحه، تمام. فهي المشكلة كتير عم تصادف الناس، والناس عم تقول لك هلا في كتير مثلا جاني تعليقات، انا وفي ناس مثلا سألوني انه شو قصة التعليقات ما عم تطلع، فكروا انه في عندهم مشاكل من القناة تبعهم، بس لا، هي المشكلة ما بتكون من القناة تبعهم، المشكلة بتكون من الشخص اللي عم يعلق عندهم، تكون قناته فيها مشكلة محظورة، في عليها اي مشاكل، والاشياء اللي ذكرت لكم اياها اول الفيديو، تمام. هلا رح اخذكم وورجيكم بس هيك نظرة على السريع شلون عم يصير الموضوع، تمام؟ هلا حورجيكم، يلا. قبل ما ننتقل على الشرح، الله يخليكم اللي عم يشوف فيديو جديد وما له مشترك عندي بالقناة، إذا سمحتوا اشتركوا بالقناة ودعمونا، ما لكم خسرانين شيء، تمام؟ بتشكركم، يلا خلينا نشوف. تمام، تفرج ولا نفتح على اليوتيوب ستوديو. هاي عندي القناة، تمام، هاي التعليقات اللي جايتني هون. نفتح على التعليقات، في تعليقات انا مثلا اجتني عندي هون بالقناة، فتحتها بس ما فتحت. رح نجرب واحد من هون، بدي لاقي، بس ثواني بس راجعكم، خليني لاقي مشان ما اطول عليكم. يعني هلا تفرجوا مثلا، في عندي واحد ما راح احط اسمه مشان ما يصير لنا مشاكل وقصص. شوفوا شو عاطيني هون، انه هو حاطط رابط قناته عندي بالتعليقات عندي بالقناة، تمام، فحاطط الرابط تبعه عندي بالقناة. فشو صاير؟ يلي صاير انه هو عم يعمل دعاية لقناته وعم ينشر الرابط تبعه عندي بالفيديو عشان الناس تفوت وتشترك عنده. ما عندي مشكلة، يعني اوكي، هاي شغلة ما عندي مشكلة فيها، معلش، يعني ما في اي مشاكل، بس الفكرة انه اليوتيوب ما سامح له هذا الشيء، حاطط هو الرابط عندي بس ما طالع، تمام. تفرجوا، راح اكبس على الرابط، هلا شوفوا شو بيعطيني هون تحت، شايفين؟ هلا معنات هاي الرسالة اللي حطها هون انه التعليق اللي عم تفتح عليه غير متاح، تمام، لانه محظور، حاضرين اليوتيوب او مثل ما تكون في عليه مشاكل. فهي المشكله كثير الناس عم تعاني منها بهذا الموضوع، تمام، انه بيطلع عنده التعليق بس ما بيفتح. رح اورجيكم من اليوتيوب كمان نفسه كيف بتصير الحاله، يلا راجع لكم كمان، ما رح اطول عليكم. لحظه قبل ما اروح على اليوتيوب، بدي اورجيكم كمان شغله باستديو اليوتيوب، تمام، شوفوها هي الشغله. هلا اذا الشخص معلق لكم عندكم على القناه وما عم يفتح عندكم التعليق وما فتح على اليوتيوب، تمام،
وممكن يكون انه لساته قيد من المراجعة. تمام؟ شو بإمكانكم تساووا عشان تتأكدوا انه هذا الشخص انه يعني قناته المشكلة ممكن تكون مو من عنده مثلا، ممكن تكون من عنا مثلا المشكلة، مثلا مثال. تمام؟ شو بتساووا؟ بتكبسوا على هذول الثلاث خطوط اللي هون، بعدين بتكبسوا على كلمة التعليقات، يفتح لنا على التعليقات. تمام؟ شايفين هلأ فتح التعليقات في هذا السهم، شايفينه؟ بنكبس على هذا السهم، في هون التعليقات مكتوب تم نشرها، وفي هون كلمة في انتظار المراجعة. يعني إذا في عندك أنت تعليقات جايتك على القناة ما فتحت باليوتيوب، فتح على الاستوديو مشان تفتحها من هون، لساته قيد المراجعة، تكبس على هون في انتظار المراجعة. إذا كان في تعليقات، تمام، تعليقات من قنوات نظامية مو طالع عندك هنيك بس من لساته هون قيد المراجعة، بتلاقيها طلعت لك هون. تمام؟ هلا أنا ما عندي تعليقات إنه مو ظاهرة. تمام؟ تلاقي طلعت لك هون التعليقات، فبيطلع لك هون شو بتلاقي محطوط؟ بتلاقي محطوط إشارة السلة إنه تحذف التعليق، وبتلاقي قدامه إشارة صح. تمام؟ إذا أنت بدك التعليق يظهر بتقول له إشارة صح. تمام؟ إذا ما بدك إياه يظهر بتقول له حذف، تكبس على السلة بتحذفه. تمام؟ فهذا الموضوع إذا كان التعليق قيد لساته بقيد المراجعة بتلاقيه هون. أما إذا أجاك التعليق، تمام، فتحت وأجاك التعليق وفتت لهون على في انتظار مراجعة وما لقيته لا هون ولا فتح باليوتيوب، معناتها هاي القناة بيكون فيها مشكلة اللي معلقة. تمام؟ وهلا خلينا نروح على اليوتيوب لورجيكم اليوتيوب كمان كيف بيطلع الموضوع. تفرجوا مثلا هون، فتحت أنا عندي على التعليقات، تمام، من اليوتيوب. تمام؟ فتح اليوتيوب وفتحت التعليقات من اليوتيوب، مو من الاستوديو، من اليوتيوب. فشوفوا أنا جايني إشعار هون إنه في أخ هون، الأخ محمد ملا صالح، بعتذر منك، أنا فتحت عندي التعليق تبعك ما حسنت إني جاوبك لأنه تعليقك ما فتح عندي، فبعتذر منك يعني إذا أنت عم تشوف الفيديو هلا، هي هذا السبب اللي أنا ما رديت عليك فيه لأنه ما حسنت أفتح الفيديو. ما بعرف، بتمنى إن شاء الله إنه ما يكون في مشاكل بقناتك، بس ما بعرف إذا في عندك حظر أو في عندك حقوق نشر أو شيء لحتى اليوتيوب مثلا حاضر تعليقاتك تظهر او شيء، فمشان هيك ما فتح عندي التعليق. فمثل ما كن شايفين هون الاسم مثلا محمد، اخ محمد ملا صالح، شوف ولا بكبس على التعليق ما بيفتح عندي، كبست على التعليق شوفوا ما طلع لي، ما طلع لي التعليق. ليش ما طلع لي؟ لانه في مشاكل يا عنده يا من اليوتيوب حاضر، ما بعرف شو القصة. تمام؟ تمام حبايبي، هلا هي المشكلة اللي عم بتصير، شرحت لكم عنها، ان شاء الله يكون عجبكم الموضوع، ان شاء الله يكون فدتكم. بتشكركم لحسن المتابعة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.